سيدة كتسأل بأن عندها مشكل مع الزوج ديالها وما عارفة كيف تقدر تتعامل في العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية كتعتمد على أربعة ديال العوامل اللي هي أساسية: أولا الثقة، ثانيا الإخلاص، ثالثا الاحترام، ورابعا هي نفكر في الاستمرارية ديال هذه العلاقة الزوجية هذه. إلا شفنا راسنا بأننا شي عامل من هذه العوامل الأربعة اللي هضرت لكم عليهم بدات كتزعزع، ما كيعنيش على أنني أول حاجة غادي نفكر فيها هي أنني نمشي نطلق، لا، إنما خصني نعرف السبب اللي ما كيخليش أن هاد الأربعة ديال العوامل أنهم يكونوا مستمرين وقارين في هاد العلاقة الزوجية. مثلا الاحترام اللي كيكون حاجة أساسية في العلاقة الزوجية خصو يكون بمثابة واحد الركيزة مهمة في هاد الكوب. إلا ما كانش واحد الاحترام في هاد العلاقة الزوجية ولا كنا غير كنتفلاو مع بعضياتنا وكنعطيو واحد الكلام اللي هو ناقص، كيمكن له انه يقلل من الرؤيه ديالي او النظر اللي عندي للزوج او للزوجه ديالي، وبالتالي العامل الاحترام ما كيكونش واقف ومبني على اساس في هذه العلاقه الزوجيه هذه. حتى ملي نكونوا كنضحكوا مع بعضياتنا ما نقللوش الهضره اللي ماشي هي هذيك، وما نقللوش الاحترام مع بعضياتنا، لحقاش ما كيخليش هذه العلاقه ديال الكوبل على انها تستمر. ولا ما كانتش واحد الاستمراريه ديال العلاقه الزوجيه يعني انني ما خصنيش نبقى في هذه العلاقه هذه. فكروا على انكم تناقشوا، باسكو لا كومونيكاسيون كتلعب دور كبير في الحياه الزوجية. ملي ما كيكونش حوار وملي ما كيكونش نقاش في علاقة الزوجية كيتخلق عندنا خلفيات أو لا مرجعيات، وبالتالي كل واحد تيبدي تيفكر أو لا تيأول بطريقته. تناقشوا وتحاوروا وعرفوا بأن هاد الربعة ديال الحوايج الأساسيين هما الركيزة ديال العلاقة الزوجية. إلا ما كانتش خصها بالإجماع على أنها تكون مركزة باش يمكن هاد الكوبل هذا أنه يستمر. ما تنساش صحتك مسؤوليتك، ما تغفلش عليها.